أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. بسبب فيروس كورونا، اليمنيون المقيمون في السعودية يواجهون شبح البطالة. شركات الأزياء العالمية تتحول لصناعة الكمامات والمعقمات. صحيفة تليغراف تتساءل فيما أخطأت إيطاليا وماذا يمكن أن تتعلم منها بقية الدول. أهلا بكم. تسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بفقدان مئات اليمنيين المغتربين في المملكة العربية السعودية أعمالهم، وصاروا حبيسي الغرف المغلقة في ظل حظر التجوال الذي بدأته السعودية الأسبوع الماضي، مع تفشي الفيروس في مدن سعودية عدة. وعنوان موقع المشاهد نت: انتشار كورونا، يمنيون يواجهون شبح البطالة في السعودية. ومن بين المغتربين الذين لزموا المنزل، عبد الرحمن المخلافي الذي يعمل في إحدى محلات بيع الملابس بالمدينة المنورة منذ 4 سنوات، إذ يمتنع أصحاب المحلات عن منح رواتب للعاملين خلال فترة الإغلاق. ويقول المخلافي للمشاهد: كنت أشعر أن المصائب تلاحق اليمني، لكن ما يخفف علينا هذه المرة أن كورونا حل بجميع بلدان العالم، ولا حل أمامنا سوى التسليم بالواقع. واضطر إلى الإنفاق على نفسه من مدخراته البسيطة، مع تقليل وجبات الطعام إلى أقصى حد ممكن كما يقول، مضيفا أنه يعجز حاليا عن إرسال مبالغ مالية لأسرته في اليمن المكونة من 5 أبناء وزوجته وأمه كما كان معتادا شهريا. مغترب آخر قال للموقع أنه يشعر كما لو أنه يسير في طريق طويل لا يعلم نهايته، ما يزيد من شعوره بالقلق جراء الوضع الحالي الذي تسبب به تفشي فيروس كورونا. ستنتصر عدن، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، وحذر الكاتب من الأفكار التي تغزو عدن قادمة من المناطقية والعصبية. وقال الكاتب عن المدينة التي ألهمت ثوار فبراير، ومنها انطلقت موجة الغضب الجماهيري ضد نظام استبدادي متعجرف، وفيها نبتت ثمرة التغيير، ومن تجاربها المريرة تشكل وعي اصطفاف وطني يرفض الأنظمة الشمولية والصراعات والفتن، ويدعو الجميع لنظام يستوعب الجميع، فيه يحتكم الجميع لنظام وقانون، وعي شكل تحالف قوى اللقاء المشترك، الذي جعل من القوى السياسية المتصارعة قوى سياسية شريكة وفاعلة، وضامنة لدولة المواطنة والحرية والعدالة، ترفض الاستحواذ والاستئثار بالسلطة والثروة، وتحتكم لنظام ديمقراطي وصندوق انتخاب. يبقى السؤال: ما الذي حدث لعدن لتتحول إلى مدينة أشباح طاردة للرأي الآخر والصوت الآخر والتنوع السياسي والفكري والثقافي؟ إنها الحرب وبذرة العنف التي تمكنت من عدن، والحرب التي تبدأ بزخات الرصاص وأصوات المدافع تتوغل في العقول والنفوس، وتصنع لها واقعها، وتزرع بذورها على الأرض، فتنمو وتكبر وتستفحل، بل تتوسع لتجرف معها قوى مثقفة وأنصاف المتعلمين، وتجعل من الشباب وقودا لتدوس على كل القيم والأخلاقيات، وتنشئ مصالح وقوى تستثمر هذا الواقع لتربح، ولم تعد تهتم للوطن وقضاياه، تتمترس خلف مصالحها ومصدر أرباحها لتصبح إزالتها أصعب من ذي قبل. هذه هي معاناة عدن اليوم، تمكن منها العنف لتفرض واقعها المزري بقوة، متجاوزا تاريخ عدن وخصوصيتها وثقافتها ومدنيتها، بل متجاوزا تجارب وخبرات وأفكار الآخرين وقواها المدنية والسياسية التي تشكلت من قناعات رفض الاستمرار في مبررات الصراع والحروب المتتالية واستجرار الماضي. كانت عدن قد تجاوزت كل ذلك، وترفض ثقافة الثأر وتصفية الحسابات والانتقام، ثقافة الكراهية ونوازع الفتن والصراعات السلبية المدمرة، وتتطلع لروح التصالح والتسامح والسلام، لتجعل عدن مصدرا للسلام لكل الوطن. لكن المؤامرة كانت أكبر من عدن، وفرضت عليها مكونات العصبية والمناطقية والصراعات، وظلت ولا تزال تقاوم، وستنتصر عاجلا أو آجلا.
إذا ما استثنينا المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون فإن أسعار المشتقات النفطية في هبوط، فبعد التخفيضات التي شهدتها عدن، حضرموت تعلن عن تخفيضات جديدة. وعنون موقع صحوانت: تماشيا مع الأسعار العالمية، شركة النفط بالمكلا تقر تخفيضا جديدا لأسعار الوقود. وقال الموقع إن شركة النفط بساحل حضرموت أصدرت قرارا جديدا يقضي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية تماشيا مع الانخفاض المستمر لأسعار المشتقات النفطية عالميا. وأقرت الشركة أسعار المشتقات النفطية كالتالي: سعر مادة البترول 220 ريال للتر، سعر مادة الديزل 240 ريال للتر، يضاف إليها مبلغ مقطوع مقابل عمولة وأجور نقل لوكلاء المحطات وفقا للبعد الجغرافي للمناطق والمديريات. موضحة أن تطبيق القرار بدأ عند الساعة 1 من فجر الاثنين 30 مارس 2020، مع فترة سماح 24 ساعة للبيع بالسعر السابق، وذلك لتقليل خسائر الوكلاء المتوقعة. مبادرة في عدن اعتبرها كثيرون جيدة، حيث أعلن المجلس الأعلى للحراك الثوري عدم قيام أي من منتسبيه بنهب الأراضي أو السطو على منازل المواطنين بحجج عنصرية. وفقا لموقع عدن الغد، اليزيد يؤكد خلو صفوف الثوري من مشاركين في أعمال بسط ونهب للأراضي. وقال المجلس الأعلى للحراك الثوري في عدن: حرصا منا وحفاظا على سمعة مجلسنا الثوري الوطنية نؤكد للجميع خلو صفوفنا من العناصر المشاركة في عمليات النهب والاستيلاء على أراضي الدولة ومنازل المواطنين في عدن. ويؤكد المجلس أن كافة الأعضاء المنتسبين له لا تربطهم أي صلة بأعمال نهب الأراضي، وجميعهم يرفضون مثل هذه الأعمال الفوضوية ويدينونها. ويطالب المجلس الأعلى للحراك الثوري الجهات المختصة القضائية والأمنية القيام بواجبها في حماية أراضي الدولة وممتلكات المواطنين ووقف العبث الحاصل في المدينة. في كل بلد نرى قوة الروح البشرية. تحت هذا العنوان كتب الأستاذ بكلية كينيدي للحكم بجامعة هارفارد ونائب وزير سابق الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. جائحة كوفيد 19 هي أكبر أزمة عالمية يشهدها هذا القرن، وعمقها وحجمها هائلان، وتهدد أزمة الصحة العامة كل واحد من 7.8 مليار إنسان الذين يعيشون على كوكب الأرض. ويمكن أن تتخطى الأزمة المالية والاقتصادية الناجمة في تأثيرها الركود الكبير في عام 2008 و2009، ويمكن أن تخلف كل أزمة بمفردها صدمة زلزالية تغير بشكل دائم النظام الدولي وتوازن القوى كما نعرفهما. حتى الآن كان التعاون الدولي غير كاف إلى حد محزن، وإذا كانت الولايات المتحدة والصين أقوى دول العالم، لا تستطيعان أن تضعا جانبا حربهما الكلامية حول أي منهما هي المسؤولة عن الأزمة وأن تقودا بفعالية أكبر، فإن مصداقية البلدين قد تتضاءل بشكل كبير. وإذا كان الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم المزيد من المساعدة لمواطنيه البالغ عددهم 500 مليون نسمة، فقد تستعيد الحكومات الوطنية المزيد من السلطة من بروكسل في المستقبل. وفي الولايات المتحدة فإن ما هو على المحك أكثر ما يكون هو قدرة الحكومة الفيدرالية على توفير تدابير فعالة لوقف الأزمة. ومع ذلك ثمة العديد من الأمثلة في كل بلد على قوة الروح الإنسانية للأطباء والممرضات والممرضين والقادة السياسيين والمواطنين العاديين الذين يعرضون الكثير من المرونة والفعالية والقيادة. وهذا يوفر الأمل في أن يسود الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم في الاستجابة لهذا التحدي الاستثنائي. حتى الآن تؤكد وزارة الصحة بأن اليمن خالية من الإصابة بفيروس كورونا، ومع هذا فقد أعطت سلطات الحكومة اليمنية وأيضا سلطات الأمر الواقع أمرا بإيقاف الدراسة كإجراء احترازي. لكن هل يلتزم الطلاب بالحجر المنزلي؟ صحيفة العربية الجديد تجيب عن ذلك بالقول إن كثير من التلاميذ وجدوا فرصة للخروج واللعب في الشوارع ومقاهي الإنترنت أو حتى العمل، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة
من غيرهم للإصابة بالفيروس حال تفشيه. محمد علي طالب في المستوى الثانوي يقضي معظم ساعات النهار في لعب كرة القدم مع أصدقائه في الحي، يقول: الأمور طبيعية ولم يتغير أي شيء، الناس جميعهم في الشارع، فلماذا نسجن نحن؟ والدتي تحاول منعي، إلا أنني وعدتها بعدم الاحتكاك كثيرا برفاقي. يؤكد محمد أنه يرفض مصافحة أي شخص مصاب بالزكام، لكن هذه الإجراءات تعرضه لمواقف محرجة. يتابع: أصدقائي يقولون إن المرض لم ينتقل بعد إلى اليمن، لذا فإن الامتناع عن المصافحة ومجالسة الأصدقاء مبالغة وإشارة إلى شيء من التكبر. أما عمر الخولاني وهو كذلك تلميذ في المرحلة الثانوية، فإنه يعيد دوافعه للخروج من المنزل إلى شعوره بالملل، ويقول: البقاء طوال الوقت في المنزل متعب، لا نستخدم الكهرباء إلا في الليل، لذا أبقى طوال النهار دون أي حركة. أما الطبيبة جميلة الزبير فتقول إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصحية في اليمن لمواجهة فيروس كورونا الجديد ضرورية ولا بد من التقيد بها، لا سيما في ظل انهيار المنظومة الصحية في البلاد. في زمن كورونا تتحول شركات الأزياء الكبيرة إلى صناعة الكمامات والمعقمات، وتقول صحيفة الشرق الأوسط إن مجموعة شانيل الأزياء الراقية قالت إنها ستبدأ إنتاج كمامات لتساعد في تعزيز الإمدادات في فرنسا مع انتشار فيروس كورونا في أرجاء البلاد. وتعكف المجموعة على صناعة النماذج الأولية، وستبدأ في الإنتاج بمجرد الحصول على موافقة السلطات الفرنسية. وأوضحت شانيل أيضا أنها لن تسرح أي من موظفيها البالغ عددهم 4500 موظف مؤقتا رغم التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي. شركة LVMH الفرنسية المتخصصة في إنتاج السلع الفاخرة أعلنت قبل أسبوعين عزمها على إنتاج كميات كبيرة من المطهرات لتوزيعها مجانا للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا. وفي إيطاليا بدأت شركة ميروليو الإيطالية لصناعة الملابس الفاخرة إنتاج أقنعة قماشية للاستجابة للنقص في هذه السلعة بإيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا في أوروبا. أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة إنديانا الأمريكية أرون آي كارول يكتب مقالا بعنوان: هكذا نستطيع التغلب على فيروس كورونا، ويضيف في صحيفة الغد: هذا ما حدث مع تفشي إنفلونزا العام 1918. كان فصل الربيع سيئا، وخلال الصيف تضاءلت أعداد المرضى وخلقت شعورا زائفا بالأمان، ثم انفلت الجحيم من عقاله وقامت الدنيا ولم تقعد. وفي أواخر العام 1918 مات عشرات الملايين من الناس. إذا كان هناك نمط مماثل ينطبق على كوفيد 19، سيعني ذلك أنه في حين أن الأمور سيئة الآن، فإن سوءها لن يكون شيئا مقارنة بما سنواجهه في نهاية العام. لذلك يعلن البعض الآن أننا قد نظل في الحجر المنزلي والإغلاق للأشهر 18 المقبلة، ولا يرون عن هذا بديلا، ويجادلون بأننا إذا عدنا إلى الوضع الطبيعي فإن الفيروس سوف يركض ويتجول من دون رادع، ويقتل الملايين ويرسل عشرات الملايين إلى المستشفيات. ولمنع ذلك يقترحون إبقاء العالم مغلقا، وهو ما سيدمر الاقتصاد ونسيج المجتمعات على حد سواء. لكن كل ذلك يتأسس على افتراض أننا لا نستطيع أن نتغير، وأن الخيارين الوحيدين المتاحين هما ملايين الوفيات أو مجتمع محطم فقط. يمكننا أن نفتح مسارا ثالثا، يمكننا أن نقرر مواجهة هذا التحدي وجها لوجه، وهذا شيء في حدود قدرتنا. يمكننا تطوير وسائل فحص سريعة وموثوقة وواسعة الانتشار، وإذا قمنا بفحص الجميع وقمنا بذلك بانتظام، فيمكننا أن نسمح لمعظم الناس بالعودة إلى حياة أكثر طبيعية. يمكننا إعادة فتح المدارس والأماكن التي يتجمع فيها الناس، وإذا تأكد لنا أن الأشخاص الذين يتجمعون ليسوا معدين، فيمكنهم الاختلاط والتواصل الاجتماعي. يمكننا بناء مرافق للرعاية الصحية، والتي تقوم بالفحص السريع وتقديم الرعاية للأشخاص المصابين بعيدا عن أولئك من غير المصابين، وسوف يمكننا ذلك من منع انتقال العدوى من مريض لآخر في المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية.
عن أخطاء إيطاليا، نشرت صحيفة تليغراف تقريرا لمراسلها في العاصمة الإيطالية روما بعنوان وباء كورونا، فيما أخطأت إيطاليا وماذا يمكن أن تتعلم بقية الدول؟ ويتساءل التقرير عما ارتكبته إيطاليا من أخطاء وما اتخذته من تدابير جيدة، وكيف يتسنى لبقية دول العالم التعلم من هذا النموذج الذي تغير خلال شهر واحد من وجود عشرات الإصابات فقط إلى أكثر من 10,000 وفاة ونحو 100,000 مصاب. ويوضح أن هناك عاملا واحدا وضع إيطاليا على هذا الطريق الكارثي في مواجهة الوباء، وهو أن الفيروس كان منتشرا في مختلف أنحاء البلاد قبل أن تنتبه إليه الحكومة رسميا وتتتبع حالات الإصابة نهاية الشهر الماضي، حيث يرى الخبراء أن الفيروس كان منتشرا في شمال البلاد منذ الأسابيع الأولى ليناير على أقل تقدير. تضيف الصحيفة أن الأطباء عندما اطلعوا على الحالات الأولى شخصوها على أنها نزلات إنفلونزا موسمية. قرار دول عدة حول العالم بحظر التجوال لمنع انتشار كورونا وضع آلاف النساء والأطفال أمام احتمالية تزايد العنف المنزلي الواقع عليهم. موقع دي دبليو الألماني يعنون كيف يتصاعد العنف ضد النساء والأطفال بسبب كورونا. وفقا للدي دبليو، فقد توقع خبراء ظهور حالات جديدة من العنف الأسري، إذ سجلت الصين ارتفاعا في عدد حالات العنف وصل في بعض الأماكن إلى 3 أضعاف المعدل السابق، وذلك بعد أسابيع فقط من إجراءات العزل الصارمة. تذكر الأخصائية الاجتماعية آلاء إكنيس لدي دبليو عربية، والتي تعمل حاليا في عيادة طوارئ مصممة للتعامل مع حالات العنف المنزلي في ظل إجراءات حظر التجوال في الأراضي الفلسطينية، إلى أن الحج هو وضع جديد وغريب على العائلات، ما يعني أن بعض الأفراد سيجدون صعوبة للتعامل معها. وتتوقع أن تزداد حالات العنف ضد النساء والأطفال كونهم الفئة الأكثر ضعفا وتهميشا في المجتمع. وتجد الأخصائية أن طبيعة دور المرأة في العائلات العربية يجعل من إمكانية تعرضها لضغوط نفسية وصحية أكبر من باقي الأفراد، فيما ترى بأن الأطفال ربما يصبحون أيضا أداة لتفريغ مشاعر الغضب لدى البالغين، ما يعني ازدياد المشاعر السلبية لدى الأطفال الذين قد لا يدركون ما يحدث حولهم. صحيفة واشنطن بوست نشرت مجموعة من الصور لمظاهر التباعد الاجتماعي الذي فرضه فيروس كورونا، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. إذن مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم على المشاهدة. إلى اللقاء.